كابتن عادل، كنت عايز اخد رايك في انهاء العلاقه بهذا الشكل بين مستر بيتس عثماني والنادي الاهلي. اكيد الكباتن غطوا كل النقاط يعني، ومش هجيب حاجه جديده، لكن انا هتكلم على حاجه تانية بعيده شويه. اتفضل. هتكلم على السيستم هو اللي بيريح. يعني احنا اتكلمنا على النادي الاهلي وعلاقته بالمدربين، العلاقه مبدئيا بتبقى علاقه سيستم ماشيه نظام. النظام ده ماشي من زمان، بمعنى انت اللي يريحك في العمل ايه يا كابتن ايمن؟ اكتر حاجه تريحك انك انت السيستم العمل يبقى عمل مؤسسي. النادي الاهلي مؤسسه، فالمؤسسه لما تيجي نتكلم على احترامه للمدربين او اي حاجه من الامور اللي احنا بنتكلم على علاقه موسيماني ومشرف في الوقت اللي فات ده، فده الحاجه الطبيعيه في سيستم كبير. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لما يكون عندك احترافيه، لما يكون عندك سيستم كويس، لما يكون عندك عادات وتقاليد انت شغال بيها طول الوقت، يبقى نتكلم على ان النتائج بتاعتها تبقى جيده. بمعنى انه اولا المدرب اللي بيجي يشتغل في النادي الاهلي محظوظ بشغله في النادي الاهلي لسببين. سيبك من انه النادي الاهلي بيشهره جامد، لا، حاجه تانية مهمه لصالح المدرب. رقم واحد ان الاداره ما بتتدخلش معاه في النواحي الفنيه، ودي اهم شيء للمدرب، ويمكن في المنطقه العربيه كلها يعني اهم شيء للمدرب عدم التدخل. ده رقم واحد. معانا على الشاشه كابتن عادل وصول اتوبيس النادي الاهلي لملعب المباراه، اتمنى لهم كل التوفيق النهارده ان شاء الله باذن. فاللي انا بتكلم فيه انك انت كمدرب، لما بنقول مدرب يجي النادي الاهلي، عشان بس الناس تستوعب الكلمه دي، الغير الاهلاويه يعني. أيوة. بتكلم اللي غير الاهلاويه عشان يفهموها يعني. لما نيجي نتكلم نقول ان المدرب محظوظ بالنادي، محظوظ بادارته ازاي؟ ان بيوفروا له كل سبل النجاح. صحيح. ما بيتدخلوش في شغله. انت بتتكلم على المنظومه. على المنظومه طبعا، ما فيش تدخل في شغله، فبيبقى حظه من هنا. غير انه نادي كبير جدا مشهور يعني صيته صايع في العالم كله، زايع في العالم كله. الحاجه الثانيه المهمه انك كمان، ودي من الاشياء اللي لازم المدرب بيجي بشكل وبيمشي بشكل اخر. صح. بمعنى انه اسمه بيعلى. اسمه بيعلى. عشان كده وانا اقول لك حاجه، انا ليا علاقه بمدربين كتير الفتره دي يعني، اكتر من مدرب. انا بتكلم على علاقتي بالمدربين الاجانب، فيهم كانوا شغالين في مصر وفيهم، لان كنا بنشتغل مع بعض في الدوري السعودي، بيتمنوا يجوا النادي الاهلي. عارف ليه؟ يقول لك اجي اعمل اسم علشان اخد اللي انا عايزه بعد، عشان يعلى. عشان يعلى. مظبوط. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم، ان المدرب محظوظ. صحيح. ومفيش مدرب جه الا ما خد بطوله. صحيح. دي ليه؟ مش هو عشان فنيا جامد بس، لا، علشان منظومه. منظومه. والكلمه بتاعت الكابتن علاء في الاخر، النادي الاهلي عنده جمهور عظيم. دي حقيقه.